السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيرين كنعان معلمة الرياضيات للصف السابع. اليوم إن شاء الله رح نبدأ بمراجعة نهائية لفصل الأول الدراسي. رح نبدأ بمراجعة الوحدة الأولى الدرس الأول العدد النسبي. أخذنا شو يعني العدد النسبي وكيف نمثله على خط الأعداد، وعرفنا شو معنى العدد النسبي. العدد النسبي هو كل عدد يمكن كتابته على صورة A على B. خلينا نشوف كيف. مثلا سالب 10 سالب 10.6، يعني شو بتنقرأ هاي؟ سالب 10 صحيح وستة من 10. ليش حكيت من 10؟ لأنها منزلة واحدة. سالب 10 وستة من 10، صح؟ بعدين شو بعمل؟ بروح بضرب وبجمع. هذا السالب بنزل زي الأهبل، 10 ضرب 10 100 زائد 6 بيطلع 106 على 10. طبعا لازم نعمله بأبسط صورة. شو يعني سالب 6 106 على 10؟ أنا بعرف إنه لما يكون الآحاد صفر أو لما يكون الآحاد عدد زوجي بيقبل القسمة على 2. تقسيم 2 تقسيم 2. 106 تقسيم 2 سهلة، هي عبارة عن 100 وعبارة عن 6. شو نص المية؟ 50. وشو نص الستة؟ 3. فصارت 53 على 5، هاي الجواب. تمام؟ هون خلينا دايركت بدي أحل من كل إشي فكرة مراجعة سريعة، ورح نروح على وين؟ تمارين ومسائل، منه منراجع ومنه منحل أسئلة الكتاب بكل التفاصيل. تمام؟ طبعا الأسئلة رح أنقي الأسئلة اللي إيش اللي فيها تركات. تاني فكرة بهذا الدرس إنه بدنا نمثل بيانيا، نمثل بيانيا. هون 1.8، شو يعني 1.8؟ هي 1 ومعناها امشي 8 خطوات نحو اليمين. ليش نحو اليمين؟ لأنه موجب. هيو 1 2 3 4 5 6 7 8، فهون حطينا 1.8. شو يعني سالب 1.6؟ يعني وين السالب 1؟ هيها امشي 6 خطوات. طيب وين اروح، يمين ولا يسار؟ نحو اليسار لانه سالب. هاي سالب 1 بدي امشي نحو اليسار 6 خطوات، 1 2 3 4 5 6. شو يعني 1 و2؟ هي 1 وامشي خطوتين نحو اليمين لأنه موجب، هي عيناها. شو يعني سالب 0 و4؟ هي الصفر، امشي 4 خطوات نحو اليمين ولا نحو اليسار؟ نحو اليسار لأنه سالب، فمشينا وحددنا. هون الطريقة الثانية إنه هون شو عمل؟ راح حولهم على صورة كسور فعلية. يعني 1.8، 1.8 شو يعني 1.8؟ 1.8 على 10، صح؟ راح بعدها ايش؟ هون اختصر، تقسيم 2 4 تقسيم 2 5، يعني 1 و4 على 5. هاي عبارة عن 1 و4 على 5. الثانية معناها سالب 1 سالب 1.6 على 10، تقسيم 2 3 تقسيم 2 5، يعني هي عبارة عن سالب 1.3 على 5. شو يعني 1 و2؟ شو يعني 1 و2؟ يعني 1 و2 على 10، يعني تقسيم 2 1 تقسيم 2 5، يعني 1 و5. وشو يعني سالب 0 و4؟ معناها سالب 2 و5. راح عين هدول بعد ما حولهم لكسور فعلية، عينهم وين؟ على خط الأعداد. شو يعني سالب 1؟ هيك يا سالب 1. شو يعني 3؟ يعني امشي 3 خطوات. شو معنى هاي 5؟ انه مقسم لخمس أجزاء. المقام لما يكون 5 انه بين العدد الصحيح وبين العدد التالي، تمام؟ هي سالب 1، شو العدد التالي له؟ سالب 2، تمام؟ مقسم لخمس أجزاء،
هون هاي سالب بواحد، شو العدد التالي؟ سالب اثنين مقسم لعشر أجزاء، لأننا اعتبرت إنها أجزاء من عشرة. هون اعتبرت إن المقام خمسة، عشان هيك رحت إيه جزأت المقام، لا جزأت ال بين الأعداد الصحيحة بين العدد والتالي لا كاملة خمس أجزاء. هاي سالب واحد، شو معنى هاي الثلاثة؟ يعني امشي ثلاث خطوات. طب نحو اليمين ولا نحو اليسار؟ نحو اليسار لأنه سالب. هاي سالب اثنين وخمسة، تعرف يعني سالب اثنين وخمسة؟ معناها هون كم عدد صحيح؟ صفر. بروح عند الصفر، معناها امشي خطوتين نحو اليسار، عشان هون هيك عينتها. فهمتوا علي؟ هون واحد وواحد على خمسة، معناها واحد وامشي خطوة نحو اليمين، هاي خطوة. هون شعري واحد واربعة على خمسة، هاي الواحد وامشي اربع خطوات نحو اليمين لانه موجب. تمام؟ ان شاء الله تكون الامور واضحة. هيو اتدرب واحلي المسائل، اكتب كل عدد نسبي، كل عدد نسبي مما يأتي على صورة كسر A على B. احنا حكينا اللي ما له مقام بيكون مقامه واحد، فهذا مقامه واحد، هي كتبنا صورة A على B. هون بضرب وبجمع، أربعة ضرب اثنين ثمانية، ثمانية واحد تسعة، فبتصير تسعة على أربعة، وهي أبسط صورة، هون ما في اختصار بيناتهم. هون عبارة عن سبعة على كم؟ على مية، لأنه كم هون منزلة؟ منزلتين، وهي أبسط صورة. تمام؟ هون سالب 127 على واحد، شكرا. وهون السالب بتنزل، وهون بضرب، وهون بجمع. 3 ضرب 1 3 و2 5، بتصير 5 على 3، وهي أبسط صورة. و35 على 100، شو يعني 35 على 100؟ هون في اختصار. مس انت قلتي لما يكون الآحاد 5 أو لما يكون الآحاد 0 كمان بقبل القسمة على 5. تمام؟ رح تحكي طيب مس انت قلتي قبل شوي انه الاحاد لما يكون صفر بقبل القسمة على اثنين. لما يكون الاحاد صفر بقبل القسمة على اثنين وعلى خمسة. طب هل ال 35 بتقبل القسمة على اثنين؟ لا، لازم الاثنين يقبلوا. هلا هذا ال 100 بتقبل القسمة على اثنين، بس ال 35 ما بتقبل القسمة على اثنين، بروح ادور على شيء ثاني. بما بتقبل القسمة على خمسة، 35 وكمان 100 بتقبل القسمة على خمسة. 35 تقسيم 5، 7 على كم؟ 20، وهي أبسط صورة. لنمثل كل عدد نسبي مما يأتي على خط الأعداد، هذا جدا مهم. أول إشي أنتوا لكم حرية الاختيار، يا إنه كله أعمله على صورة أعداد عشرية، أو ايش تعملوه بسط على مقام، بس انا بفضل كله يكون اعداد عشرية، كسور عشرية. تمام؟ هون هاي شو بتصير؟ ثلاثة ضرب واحد ثلاثة، واحد اربعة على ثلاثة، بروح بعمل قسمة طويلة، أربعة تقسيم ثلاث، هنا واحد، واحد ضرب ثلاث ثلاث، بطلع أربعة ناقص ثلاث واحد. تمام؟ بعدين بضيف صفر وبحط فاصلة، عشرة تقسيم ثلاث ثلاث، ثلاث ضرب ثلاث تسعة، فبطلع ثلاثة فاصلة ثلاث تقريبا، ثلاثة فاصلة ثلاث. بعين هاد يعني خط الأعداد ليش؟ عشان خلص أقسمهم عشرات، مش مشكل. هون لما يكون المقام مثلا أربعة ثلاثة، لازم هون يكون بين العدد والتالي ثلاث شحطات. طب هون لازم يكون خمسة، وهون لازم يكون عشرة، وهون لازم، فلازم كله أوحدهم نفس الإشي. هون شو اللي سالب واحد على خمسة؟ بدي أحولها لإيش؟ لكسر عشري. واحدة كم فيها خمسة؟ لا يجوز. وهون كمان عم براجع أصلا لبعدين، رح يطلب منك إنه حول الكسور، تمام، الفعلية أو الآتية هاي إلى كسور عشرية، فلازم نعرف كيف نقسم قسمة طويلة. فواحد تقسيم خمسة لا يجوز، بتصير بضيف صفر وبحط فاصلة، عشرة تقسيم خمسة اثنين، اثنين ضرب خمسة عشرة، فبطلع اثنين بالعشرة.
هذا اللي بدي أعينه. وشو يعني 90 على 100؟ 90 على 100 معناها 9 بالعشرة. هيو صار كله كم شو كسور 20. فبروح أرسم خط الأعداد. صفر واثنين، واحد وستة، ثلاثة وثلاث، واحد وستة وثلاث وثلاث وسالب ثلاث وثلاث، عشان نكتبهم قدامنا ما نضل نرجع. وإيش كمان؟ سالب اثنين بالعشرة، سالب اثنين بالعشرة، وتسعة بالعشرة. هدول الأعداد بدي أعينهم على خط الأعداد. هاي بدي أرسم خط أعداد، تمام؟ بدي أخذ أكبر رقم صحيح، هو رح يكون بالموجب طبعاً. أول إشي رح يكون مثلاً، خليني أخذ 4 لأن 3.3 يعني متجهة نحو 4، فبخليني أحط هنا كم؟ 4. وأصغر رقم صحيح رايح كمان عند السالب 4، طبعاً بالصدفة مو شرط. وإيش؟ وبحط إيش؟ سالب 3، بعد سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2. طب خليني أكبره، هو طبعا تقريبي عادي، بس خليني أنا أحاول إنه نعمله شوي بالضبط. هون خلينا نطوله هذا هيك، تمام. دول نمحيهم. هاي راح تكون هون سالب 4، مثلا سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، 3، 4، تمام؟ هون بما انه كله اعداد عشرية لازم يكون كم بين السالب 3 وسالب 2؟ 10 نقطات، تمام؟ خليني هون ايش؟ اعين 0 و2. وينك يا صفر؟ هيني. شو يعني 0 و2؟ يعني امشي خطوتين نحو اليمين، هاي خطوة هاي خطوتين، هيك بعمل هون انه هي 0 و2، تمام؟ 1 و6، وينك يا 1؟ هيني هيني. شو معنى 1؟ يعني امشي 6 خطوات نحو اليمين، هي 1 2 3 4 5 6 تقريبا هون 1.6. فهمتوا علي؟ شو يعني 3 و3؟ 3 و3 يعني 3 وامشي 3 خطوات نحو اليمين، 1 2 3، فيعني هون 3 و3. شو يعني سالب 3 و3؟ معناها هي السالب 3 وامشي 3 خطوات نحو اليسار، لانه سالب 1 2 3، فهون تقريبا سالب 3 و3. والصفر واثنين، شو يعني السالب 0 و2؟ يعني وينك يا صفر؟ هيني. شو اعمل؟ امشي خطوتين نحو اليسار، 1 2، فتقريبا هون 0 سالب 0 و2. وشو يعني 0 و9؟ وينك يا صفر؟ هيني. معناها امشي 9 خطوات نحو اليمين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تقريبا هون يعني قربت توصل الواحد. هاي الجواب، هيك حددناهم، هيك راجعنا الدرس بشكل سريع، تمام؟ مثلنا على خط الأعداد، هذا جدا مهم. وكمان راجعت لدروس قادمة القسم الطويل، كيف أحول من كسر عادي لكسر عشري، تمام؟ وكمان عرفنا نكتب الأعداد، كل عدد نسبي على صورة كسر A على B بأبسط صورة طبعا. خلينا الدرس الثاني، هيو احنا تلقائيا راجعنا، بس خلينا نثبت. بحكي لك اكتب العدد النسبي الآتي على صورة عدد على صورة عشرية. خلينا نشوف كيف. حكيت لكم مرة انه في شغلات سهلة، انه لما يكون المقام 5 بحوله لعشرة، انه بضرب 2،
أو ممكن أحوله لمية ضرب 20، تمام؟ ولما يكون ونفس الإشي لما يكون المقام 2 بضرب بخمسة، ولما يكون المقام 20 بضرب بخمسة، نفس الشيء. طيب وكمان لما يكون المقام 25 بضرب بأربعة، تمام؟ بعطيني 100. يعني كيف نخلي المقام إيش؟ 100 أو 10 أو 1000 عشان نحول لصورة عشرية. وأخذنا كمان إنه في أعداد بكل المقام مثلا غريب، مثلا 125، أنت مثلا مش خاطر لك إنه شو إشي بضربه ب 125 مثلا بعطيني 1000، فهون بضطر لإشي اسمه قسمة طويلة. خلينا نشوف كيف. هون 1 على 2 لما يحكي لك اكتب على صورة عشرية لازم يكون المقام يا 10 يا 100 يا 1000. الاثنين كده تصير 10 ضرب 5 ضرب 5 بتصير 5 على 10، وبعدين شو بعمل؟ فاصلة، وهون كم صفر؟ صفر واحد على المنزلة واحدة، وبعدين بحط الرقم. هيني حولته هون. شو يعني 5 ضرب 2 ضرب 2 بيطلع 6 على 10، يعني 6 بالعشرة. وهون ضرب كم؟ 5 ضرب 5 بيطلع 35 على 100. معناها هاي فاصلة وهون في سالب، معناها كم منزلة هون؟ منزلتين. بحط الأرقام 5 3 0، هاي الجواب. وهون 25 ضرب 4 ضرب 4 بيطلع 16 على 100. نفس الإشي بحط فاصلة، وكم منزلة للمية؟ منزلتين. بحط 6 1 0، هاي الجواب. تمام. هون هيا، قد لا يكون سهل إيجاد كسر مكافئ مقامه 10 أو 100 أو 1000، عشان هيك نقسم البسط على المقام باستعمال طريقة القسمة الطويلة. استخدم القسمة لكتابة 5 على 8 بالصورة العشرية. ركزوا معي، 5 تقسيم 8. يا 5 أكم فيك 8؟ 0، تمام؟ شو بدي أعمل أصفن؟ لا، بحط 0 وبرفع فاصلة. 50 أكم فيك 8؟ أنا حافظ جدول الثمانية، مثلا 8 ضرب 8 64، لا بدي أقل. 8 ضرب 7 42، لا بدي أقل. 8 ضرب 6 42، رح تكون أقرب إشي 8 ضرب 6 48، صح ولا لا؟ 8 ضرب 7 56، 8 ضرب 6 48، وهذا أقرب إشي، هذا اللي بدنا إياه، فهون 6. 6 ضرب 8 48. 50 ناقص 48 كم الجواب؟ 2. لسه عادي بحط 0. 20 كم فيها 8؟ 2. 2 ضرب 8 16. 20 ناقص 16 4، بضيف 0. 40 تقسيم 8 5. 5 ضرب 8 40، شكرا، انتهى الحل. فبطلع الجواب 625 جزء من 1000، هاي الجواب. هون 3 على 8، هاي 3 وهي 8. 3 كم فيها 8؟ لا يجوز، بحط 0 وارفع فاصلة. 30 كم فيها 8؟ هون 3، 3 ضرب 8 24، هون 30 ناقص 24 6، بحط 0. 60 كم فيها 8؟ 7، 7 ضرب 8 56، بطلع الجواب 4، بحط 0. هون بطلع الجواب 5، 5 ضرب 8 40، يعني بطلع 375 جزء من 1000. هذا اسمه كسر عشري منتهي، انه خلص خلص ما في اعداد تانية بعديه. بس في ارقام هون، في اشياء بعطيني اشي اسمه ايش؟ بشكل غير منتهي، دوري. 3 على 9، 3 على 9، 3 كم فيك 9؟ 0. أصفن؟ لا، بدبر حالي، بحط 0 وبرفع فاصلة. 30 كم فيها 9؟ 3، 3 ضرب 9 27، صح؟ 30 ناقص 27 3، نفس الإشي بضيف 0. 30 تقسيم 9 3، 27 3، نفس الباقي كل مرة 30 3،
27. هون بلاحظ إنه 0333 يعني إلى ما لا نهاية، معناها هذا إنه غير منتهي يعني دوري. شو العدد اللي يتكرر معك؟ هو الثلاثة، فبحط ثلاثة بار أو ثلاثة شحطة. شو معنى ثلاثة بار أو ثلاثة شحطة؟ معناها إنه الثلاثة مكرر بشكل غير منتهي. هاي اللي حكينا عنه، إنه هذا عبارة عن كسر عشري دوري. تمام؟ خلينا نشوف تمارين ومسائل. نفس الاشي، فكرة الدرس انه بدي اكتب كل عدد نسبي بالصورة العشرية، ومرات بطلع معي كسر عشري منتهي، ومرات بطلع معي كسر عشري غير منتهي يعني دوري. 1/4، انا كمان لازم اكون لماحة. الاربعة بتقدر تصير 100 ضرب 25، بدل ما اقسم قسمة طويلة، ضرب 25 بتصير 25/100، معناه 0.25، لأن هاي منزلتين. تمام؟ خلينا نحل هاي. مثلا هون مثلا ضرب 2 بطلع 8/10، بطلع 8/10. وهون ضرب 4 -24/100. وهون هاي بدنا نقسمها قسمة طويلة، وهاي نقسمها قسمة طويلة، وهاي سهلة. ضرب خمسة بطلع 45/100، يعني 45%. 7/8 بروح على الجنب عادي. 7 × 8، 7 × 8 0. تمام؟ أصفن خلاص؟ لا، بحط 0 وبرفع فاصلة. 70 كم فيها 8؟ 8 × 8 64. 8 × 8 64. 70 − 64 6. هون بضيف 0، 60 كم فيها 8؟ اي مثلا 7. 7 × 8 56، بطلع الجواب 4. هون بضيف 0، 40 × 8 5، و5 × 8 40. انتهى الحل. هذا صار عندنا شيء اسمه كسر عشري منتهي. 0 8 7 5، يعني 875 جزء من 1000. 9/16. كيف نحل 9/16؟ نقسم 9/16. خلينا هون نشوف كيف. 9 وهون 16. 9 كم فيها 16؟ لا يجوز. 0 وبحط 0 وبرفع فاصلة. 90 كم فيها 16؟ 5. خلينا نجرب الخمسة هون على جنب. 5 × 16، 5 × 6 30، وهون رح يطلع الجواب 80، يعني 5 أقرب إشي إلها. 5 × 16 80. 90 − 80 10. 10 كم فيها 16؟ كمان إيش؟ لا يجوز، بحط 100. 100 كم فيها 16؟ يعني إذا 16 × 5 80، لسه في كمان مجال لكم يعني 6، صح؟ في مجال كمان ل 16 وحدة. 6 × 6 36، بطلع 96. هون الجواب 4. 4 كم فيها 16؟ لا يجوز، بحط هون 40، يعني بحط 0 بتصير شو 40. 40 كم فيها 16؟ 2، لأنه 2 × 16 32. 2 × 16 32. 40 − 32 8، وهون بضيف 0. 80 كم فيها 16؟ 5. 5 × 16 80، فبطلع الجواب 5 6 2 5. هذا منتهي. طبعا هون استخدم القسمة لكتابة كل عدد نسبي مما يأتي بالصورة العشرية، يعني بدي أقسم 1/9. 1 كم فيها 9؟ لا يجوز، هون بحط 0 وهون فاصلة. 10 × 9 1. 1 × 9 9. 10 − 9 1. بضيف 0. 10 × 9 1، يعني بطلع 0.1 دوري. 1 × 3
واحد تقسيم ثلاث. هون واحد تقسيم ثلاث، واحدة كم فيها ثلاث؟ لا يجوز، هون بتصير صفر، هنا ايش؟ فاصلة. عشرة تقسيم ثلاث، ثلاث. تمام؟ هون بتصير عشرة تقسيم ثلاث، ثلاث، يعني بيطلع صفر بوينت ثلاث دوري. واحد على ستة، هيها واحد على ستة. واحدة كم فيها ستة؟ لا يجوز، هاي بتصير عشرة وهي صفر. عشرة تقسيم ستة، واحد. طيب خلينا مكان ثاني. واحد تقسيم ستة، واحد كم فيها ستة؟ لا يجوز، هاي بتصير عشرة هون صفر. عشرة تقسيم ستة، واحد. واحد ضرب ستة، ستة. هون بيطلع الجواب أربعة. عشرة أربعة تقسيم ستة، لا يجوز. أربعين كم فيها ستة؟ خمسة. لما ستة، سوري، ستة. ستة ضرب ستة وثلاثين، ستة ضرب ستة، ستة وثلاثين. بيطلع الجواب أربعة، وهون بحط صفر، بيطلع الجواب ستة، يعني بيطلع وان بوينت صفر، صفر بوينت، صفر بوينت واحد ستة دوري. طبعا الستة هي اللي دوري مش الستاش. تمام. آخر سؤال، خمسة على احداش. هاي خمسة، خلينا نحل هون. هون واضح، إن شاء الله تكون واضح هون هيك. تمام، واضح. خمسة على احداش، خمسة على احداش لا يجوز، بتصير هون صفر وهون فاصلة. خمسين كم فيها احداش؟ أربعة. أربعة ضرب احداش، أربعة وأربعين. خمسين ناقص أربعة وأربعين، كم الجواب؟ ستة. هون بضيف صفر. ستين تقسيم احداش كم؟ خمسة. خمسة ضرب احداش، خمسة وخمسين. ستين ناقص خمسة وخمسين، خمسة. خمسة تقسيم احداش، بحط هون صفر. خمسين تقسيم احداش، أربعة. أربعة ضرب احداش، أربعة وأربعين. خمسين ناقص أربعة وأربعين، ستة، صح؟ ستة هون بحط إيش؟ صفر. ستين تقسيم إحداش، خمسة. خمسة ضرب إحداش، خمسة وخمسين. فبطلع الجواب خمسة وأربعين دوري. الخمسة وأربعين هي نفسها الدوري، فبطلع سالب صفر خمسة وأربعين دوري. الرقمين خمسة وأربعين هم اللي بتكرروا. تمام؟ تمام، هيك خلص الجزء الأول من المراجعة. إن شاء الله رح نكمل الجزء الثاني بالحصة القادمة. ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.